ربما الدول الراعية الأقوى لسوتشي هي تركيا، إيران، وسوريا وروسيا، والحديث عن حل نهائي قد يخرج من سوتشي. ونعرف الموقف التركي إزاء الميدان السوري، لا ترغب ببقاء الرئيس الأسد في سدة الحكم، لكن على ما يبدو سوتشي قد يخرج منه بقاء بشار الأسد في سدة الحكم حتى مرحلة انتقالية. كيف للتركية؟ هل تركيا ستتنازل عن هذا الموقف؟ أوكي، أز إذا بالفعل خرج قرار كهذا من سوتشي، إذا على ما يبدو سيضطر الأتراك أن يحصلوا على شيء ملموس أيضا لأيديهم، وهو عمليا عزل التواجد الكردي في شمال سوريا. دون ذلك لا أعتقد أن أردوغان سيستطيع أن يأكل هذه اللقمة ويستطيع هضمها. لذا أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري الذي قال اليوم كيرارجوفيتش أوغلو قال أنه يريد أن يفتح مفاوضات مع بشار الأسد في محاولة لتطبيع العلاقات مع روسيا، ورغم ذلك الحكومة الحالية في تركيا برئاسة أردوغان غير منفتحة على هذا الاقتراح حتى الآن. لذلك فإنه وجع رأس ليس بالصغير، ولكني أشدد من جديد أن كل شيء مرتبط بالموقف الروسي تجاه الأكراد. إذا سمحوا للأكراد ومنحوهم مكانة ما، فبالطبع أن هذا سيشكل ألما وجع رأس لأنقرة. ولكن يوجد هنا لاعب آخر وهو الولايات المتحدة، لأنهم متواجدون على الأرض في منطقة إنبش، في منطقة كوباني. اليوم فقط سمعنا الرئيس أردوغان يهدد على التواجد الكردي من جديد، أنهم بعد عفرين يريدون الاستمرار بالعملية إلى منطقة منبج، والأمريكان يقولون لهم أنهم لم ينسحبوا من هناك. لذا ربما يحتمل، وأمل ألا يحصل ذلك، أن يحدث صدام بين الجيشين هناك. نعم، بذات السؤال، ونحن نعرف موقف رجب طيب أردوغان لا يرغب ببقاء الأسد في سدة الحكم، وفي سوتشي قد يخرج عكس ما يرغب به أردوغان. هل سنرى بوادر خلاف بين أردوغان وبوتين بهذه النقطة؟ نعم، أنا حسب رأيي آخر سطر في هذه القصة في سوتشي هي أن الحروب في سوريا مستمرة وراح تستمر في المستقبل القريب. يعني في الأشهر الأخيرة فكرنا إنه هذا الحرب راح تنتهي وإن شاء الله يكون حل للجميع في سوريا، لكن الهجوم التركي على عفرين والمشاكل في سوتشي والهجوم السوري على المعارضة في الغوطة وفي إدلب معناته أنه الحروب في سوريا تستمر غرم المشاكل الاجتماعات هذه اللي بنشوفها.